طيب سنة تانية مهرجان، الهدف الأول هو توطين أكبر عدد ممكن من الناس في مدينة العالمين الجديدة، بحيث إن هي ما تبقاش مجرد يعني مصيف، تبقى مدينة فيها متكلم. ناس في الشتاء وناس في الصيف زي اسكندرية، يبقى مدينة تحيا طول السنة. إلى أي مدى نجح المهرجان في ده؟ والله أنا يعني زرت المدينة وتجولت فيها بشكل كبير، سواء بالمشي أو بالعربية. لما بتشوف على أرض الواقع حجم الإنشاءات اللي حاصل وحجم مدينة عالمية طبعا، مدينة عالمية بكل المقاييس. والحقيقة إن إحنا يعني عانينا فترة طويلة جدا، إن كان الساحل الشمالي كله بيشتغل طوال العام 3 شهور فقط، وكان في ناس على فكرة من قبل العالمين بتروح في الشتاء وبتحب تعيش هناك، وتقول لك طب ما يعني ما تختلفش كتير بالزبط. رغم الأجواء الشتوية لكن هي كانت بتجذب ناس يعني أصلاً. صحيح، بس بقى كانت مشكله في ان هو دي اسر ما عندهاش التزامات. أيوة. لا مدارس ولا معاشات خدمات أو أجاء. صحيح، المختلف في مدينه العالمين ان هي مدينه مستدامه، ففيها جامعات، فيها هيئات حكوميه، فيها فنادق، فيها عمارات سكنيه، فيها خدمات طول السنه، الشغل داير فيها. فبالتالي اللي هيروح يستقر هناك مش هيحس ان هو ناقصه حاجه، او مش هيحس ان هو معزول، او يعني زي ما مثلا لو حد بيروح يعيش في قرى سياحيه في فتره الشتاء، يا دوبك لو في سوبر ماركت شغال فده يبقى خير وبركه، كتر خير الدنيا. فوجود المدينه بهذه الاستدامه هو ده اللي هيخلق مجتمع متكامل يعيش طول السنه، بالاضافه طبعا ان المدينه تم تصميمها ببنيه تحتيه مختلفة، يعني مدينة من مدن الجيل الرابع، فبالتالي هي قادرة على استقبال أي فعاليات ضخمة بحجم مهرجان العالمين. فيها يعني كل ما تحتاجه أي مكان عشان تنظم فيه فعاليات أو حفلات أو مهرجانات مختلفة.